نظم فرع ثقافة دمياط قافلة ثقافية في مدينة تفتيش كفر السعد ضمن فعاليات المسارح المتنقلة في قرى حياة كريمة في إطار الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف دعم قرى حياة كريمة بالأنشطة الفنية والثقافية. هذا وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة دمياط للموسيقى والغناء الشعبي، والتي قدمت مجموعة من الأغنيات التراثية الشعبية، منها تحميلة موسيقية من مختارات الفرقة.